الأرسنال هياخد الدوري؟ يا ريتك ما قلت كده. انا ماشي خايف من الموضوع، مش عايز اتكلم فيه ومش عايز ايوه انبر ما انا عارف من الحاجات دي. واقول لك حاجه، لا مش هياخد دوري ومش هدفي، بس مفيش حاجه بعيده في الكوره يعني. بس التارجت من الموسم ده الارسنال ان احنا نطلع مركز رابع او في اي المراكز الاربعه الاولى. شايف ان ارتيتا هينجح زي ارسن فينجر لو كمل؟ شايف انه هينجح اكتر، هينجح اكتر. اه دي تصريح خد بالك يقلب الدنيا عليا. يعني شايف ارتيتا هينجح اكتر من ارسن فينجر؟ لان ارتيتا ما عندوش مشكله يصرف عشان ينجح مشروعه، ارسن فينجر كان عنادي انت مع يختار لعيبه يجيب، كتير. لا بعد كده ما عرفش يجيب اللعيبه الرخيصه اللي تجيب له اللي البطولات زي حلو. ما عملها قبل كده، ايوه فاهم ايوه الفكره؟ ايوه صح. فكان بيعند ومشي مع فكره ان احنا هنبني الاستاد، فضيع على نفسه بطولات كتير كان ممكن يحطها في السي في بتاعه. انما ارتيتا مش التركيبه دي، ترتيتا ايه؟ ارتيتا تلميذ اللي اصلع. القرعاوي. شادية ولا وردة؟ آخر سؤال. لا شادية طبعا، شادية طبعا. انا شادية تكسب سعاد حسني عندي. ياه اه دي انت بتحكم بمشاعرك بقى. اما احكم بيه؟ لا في منطقية. ايوه انت كنت هذا بتحكم تصريح بمنطقية، رابع من انت كنت بتحكم فنان عمر بمنطقية صح؟ اه طبعا يا استاذ انت كذاب. طبعا يا استاذ. طب فيديو ولا توتة؟ محمد سلام ولا توتة؟ يا ساتر. اقول لك حاجه، انت عارف ايه اللي حيرني في سؤالك دلوقتي؟ اه انا هختار توتا عشان هو صاحبي اكتر، لان عشق. ماشي انت كده بتختار من الصحوبية. اه اخترت، بس انا حر، انا راجل ماشي افاق. ماشي بس عارف ايه المشترك بين الاتنين دول؟ وده اللي حيرني في السؤال تمام بجد صح. اه بجد بقى. الاتنين عندهم افيه حلو صح في وقت حلو، جدا. ولو لقاه حرفجي الاتنين هيجي حرفجية. يقوله لك مظبوط، اذا كان بقى مسرح ولا، بس هو السينما اكتر كمان، الاتنين في ايوه الكاميرا الاتنين احلى حلو من المسرح. الاثنين يا حرفجية. سلام، وعيد 10 مرات هيعمل لك اللي فيه وهو بأدائه. فيديو كمان من نوع السهن قوي، شكله هادي، موظف عادي جدا مش صح كوميديان خالص، بس بس سهولة. يا ساتر ايوه يرزعك واحدة شاطر كل فيلم، جدا يوجعك يعني، جدا يضحكك من قلبك، فأنا جدا. أقدره قوي يعني. بس عشان توتة عشرة العمر هختار توتة يعني، توتة ده ابني اللي ما خلفتوش. لا توتا طبعا العسل. القشطة. القشطة قشطة وشربة قشطة. ممكن حد قديم طبعا يعني عادي يقول طبعا. شوكار. انا قلت لك على فكره خد اه راحتك عادي طبعا. شوكار يا عيني، عامل نوع انت منقي حد صح كمان. اه شوكار طبعا ماشي. حلو اللي طب قول تعرف بقى ده. انا ماشي طبعا. يعني لو عدت الموز مش هتقول توته؟ لو ايه لا عادي ما هو بيفكرني بتوته. لا اصل بما انك فتحت لك فكره الناس القديمه لا وكله توته طبعا في توت. الموز. الخوخ. الخوخ القشرة قطيفة وناعم ده، خوخ السناوي ده، خوخ السناوي ده هند رستم. يا عيني اه دي أجمل أنثى في اه العالم. ده انت بص بقى لو الأسئلة هتلاقي الإجابات كلها إيه. اه وربنا المشمش. المشمش محمود الجندي. حلوة قوي تصدق، حلوة قوي. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. طب البرقوق بلونيه بقى، الأحمر والأصفر. البرقوق الأحمر سعاد حسني. اوكي الاصفر الزبيدة صار. يا عيني.